السلام عليكم، راح نشرح كيفية تسجيل الدخول باستخدام الإيميل الجامعي على حسابات جوجل. نجي للصفحة مال جوجل، google.com. نجي على جيميل، أوكي. وعندنا إيميج، وعندنا هنا 9 مربعات. ندخل نروح على ساين إن، نضغط ساين إن. ساين إن هذا إنه يهمل، لأن أنا عندي أكثر من حساب فنهملهن، فأنت مباشرة راح ياخذك لنافذة بيها فراغ مثل هذا. هذا الفراغ ندخل بيه الايميل الجامعي اللي حطيناكم، يعني زودناكم بيه. نفرض راح تاخذ ايميل جامعي مال احد طلبة المسحبين، نكتب الايميل الجامعي هنا و next. راح اطلب الباسورد، زودناكم ايضا الباسورد، احنا ندخل الباسورد الخاصة بالإيميل الجامعي مالتنا. راح أعطيك أجريمنت، سوي هنا راح يطلب من عندك جوجل كروم. الأفضل إنه تنصب جوجل كروم، يطلب من عندك سيف، تقول له نعم سيف. حتى شنو، حتى كل ما تدخل كل ما تدخل تلقى عندك هنا agreement accept. هنا راح يطلب من عندك مباشرة تغيير الحساب، تغيير الباسورد، عفوا تغيير الباسورد. حتى شنو، لأن هذا الباسورد احنا مسويكم اياها، فبالتالي انه الافضل انه تسوي باسورد خاصة بيك. سوي اي باسورد، change password، تضغط next. Next. ندخل الباسورد الجديدة. تضغط on confirm. وانتهى. هسه انت دخلت بحسابك الشخص على جوجل كروم. بالتالي من تدخل على جيميل راح تلقى نفسك مسوي ساين ان بالجيميل. فأي ايميل يجيك، وضرورة جدا خاصة ان دعوتي كلاس، اول ما تجيك دعوة الصفوف الالكترونية تجيك على الجيميل. وايضا اذا ندخل على ذن 9 مربعات راح نلقى كلاس روم، فتقدر مباشرة تدخل منه على كلاس روم و يعني تتلقى محاضراتك، تشوف الصفوف اللي جتك عليها دعوة، تضغط continue. I am students، راح تلقى كل الصفوف اللي جايتك عليها دعوة، لأن الصفوف جايت هذا الطالب. الطالب حاليا هو منسحب، هو من العام الماضي، فهي صفوف العام الماضي. ما راح تظهر لكم شيء إلا إذا جتكم صفوف معينة. شكرا جزيلا.